منذ بداية الأحداث السورية في بداية العام 2011، والناشطون يعتبرون من المصادر الرئيسة التي تعتمد عليها المحطات الإخبارية العربية في نقل الصورة والمعلومة والخبر. المتابع لأداء المحطات الإخبارية العربية يلاحظ أن معلومات وتصريحات وأخبار الناشطين عادة ما تكون مقدمة على الأخبار والتصريحات والمعلومات التي تقدمها الوكالات الإخبارية الرسمية وغير الرسمية. المدقق في أداء بعض الإعلام الإخباري العربي صار يجد مع الوقت أن فريقاً من محطات الأخبار العربية لم يعد يأخذ بكل معلومات وأخبار الناشطين، وقد يتبين أحياناً أن هناك نفياً أو تأكيداً من قبل ناشطين حول موضوع معين، فتضع المحطة معلومات أولئك الناشطين على طاولة التشريح الإخباري، فتختار جزءاً وتتجاهل أو تنفي وتكذب الجزء الآخر، مع أن الجزئين هما من تصريح واحد حول موضوع واحد ومن مصدر واحد. تقرير لمحطة إخبارية عربية تحدث عن أن الجيش السوري في حمص ألقى عن طريق طائراته منشورات يهدد فيها السكان في القصير ويحذرهم من هجوم عسكري ينوي القيام به عليهم إن لم يستسلم المعارضون المسلحون. كل الأخبار التي جاءت عن الموضوع وصفت المناشير الملقاة بأنها موجهة للسكان تحذيراً وتهديداً. في القصير بريف حمص يقول الجيش النظامي إنه استرد بعض القرى. الأهم من ذلك إلقاء جيش النظام مناشير تحذير للسكان تدعوهم للمغادرة وتنذرهم بهجوم وشيك وشامل في حال لم يستسلم مقاتلو المعارضة. في اتصال مع من كان يوما ناشطا ثم صار متحدثا باسم مجلس أعلى، قال إن وجود مناشير ألقاها الجيش السوري على القصير بحمص هو خبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا، وهو فقط يهدف إلى رفع الروح المعنوية للمقاتلين. سيد هادي، العديد من التقارير تتحدث عن هجوم وشيك وإلقاء مناشير محذرة من ذلك، ما حقيقة الوضع في القصير؟ نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. بداية بالنسبة للمناشير التي أشيع أنها ألقيت على مدينة القصير، هذا الخبر غير صحيح. أنا متواجد الآن في مدينة القصير، قمت اليوم بزيارة أيضا قريتين في الريف، لم يتم إلقاء أي مناشير من أي نوع. على ما يبدو أن قوات النظام تحاول أن ترفع معنويات الموالين لها ببث هكذا أخبار. بعد نفيه لوجود مناشير أصلا، قال إن المناشير تتحدث عن ممرات آمنة للسكان، وقال إنه لا وجود لأي ممر آمن بدليل أنه حاول إسعاف حالات عدة فلم يفلح. يعني تحدثت هذه المناشير أو هذا الخبر عن وجود طرق آمنة لخروج المدنيين، هذا الخبر غير صحيح. نحن نحاول كل يوم تقريبا أن نخرج المدنيين أو الجرحى من داخل مدينة القصير، والذين يتساقطون يوميا ويزداد عددهم يوما بعد يوم، نحاول أن نخرجهم خارج المدينة، لكن للأسف كل محاولاتنا باءت بالفشل. أي إن المناشير غير موجودة ولكنها تتحدث. على أي حال، المحطة الإخبارية العربية اعتمدت في خبرها على تصريحات ناشطين، ولكون الأخير متحدثا باسم مجلس أعلى فهو أولهم. وفي تقرير لاحق أصرت المحطة أن المناشير موجودة رغم قول ضيفها الناشط إن الخبر غير صحيح بالمطلق، ولكنها أخذت بالجزء الآخر من كلامه وأكدت عليه بأنه لا وجود على الإطلاق لممرات آمنة لخروج المدنيين. الأوضاع في القصير مرشحة حسب الناشطين إلى تصعيد أشد، من مؤشراته إسقاط طائرات النظام مناشير تدعو السكان إلى مغادرتها وتنذرهم بهجوم عسكري وشيك في حال لم يستسلم من تصفهم بالإرهابيين. لكن ناشطين قالوا أن لا وجود لممر آمن يمكن المدنيين من الخروج، وهو ما قد يدعم مخاوف المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي من حدوث مجازر بحق المدنيين في القصير. أخذت بكلامه من أجل دعم تصريح للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والتي تتخوف من مجزرة بحق أهالي القصير على يد الجيش السوري كما قالت، لأن المحطة تريد دعم اتهام للجيش السوري بارتكاب مجزرة وفق مراقبين،
علما بأنه أوقف عملياته العسكرية مؤقتا لإفساح المجال أمام المدنيين للخروج. على أي حال، فهذه هي الصياغة الحرفية تقريبا للمناشير التي تم توجيهها للسكان في القصير، والتي قالت المحطات إنها موجهة للسكان تهددهم وتحذرهم. إلى كل من يحمل السلاح ضد الدولة، إن قرار إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن لا رجعة فيه ولا تهاون. لا تكن أداة تخدم أعداء شعبك ووطنك. اترك السلاح وسلم نفسك واغتنم الفرصة كما فعل المئات من رفاقك. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. لن ينفعك من ورطك. إلى كل من يحمل السلاح في مواجهة الدولة، أنت في مأزق كبير، لن تستطيع أن تغير شيئاً. الطوق يضيق والوقت ينفد، عد إلى رشدك ولا تتردد. اترك سلاحك وبادر إلى تسليم نفسك لتضمن حياتك. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. تعليمات المرور الآمن. أولاً، عند اقترابك من حواجز الجيش العربي السوري، تأكد من عدم حملك لأي نوع من السلاح. ثانياً، عند اقترابك من حواجز الجيش العربي السوري، اقترب ببطء ومحيط صدرك مكشوف. ثالثاً، احمل هذا المنشور بيد وضع يدك الأخرى حول رأسك وأهلاً ومرحباً بك. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، بطاقة مرور آمن، قرى الضبعة والقصير. حماة الديار قادمون. إن القوات المسلحة قررت إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن، ولن تتوقف قبل إنجاز مهمتها. استفد من الفرصة المتبقية واتخذ القرار الصحيح، ولا ترمي بنفسك إلى التهلكة. مصلحتك أن تكون مع أهلك. اترك السلاح فوراً والجأ إلى أقرب حاجز للجيش العربي السوري. القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة. من يتكلم العربية ويفهمها لا يمكنه أن يقول إن الكلام كان موجهاً للسكان يهددهم ويحذرهم، رغم وجود عبارات تقول في كل مرة إلى كل من يحمل السلاح ضد الدولة، إلا إن قصدت المحطة أن السكان كلهم يحملون السلاح، وهو ما لم يقله الجيش السوري.